حربيه مع لازم عليك وينها؟ والله العظيم عمي باع والله ماكو مشاكل، بس واحد كان زعلان على الثاني، زعل خيوه، هو صحيح السنه بس ما يخالف. والله باش تنباش بوش باش الله حي باش حجي عزيزتي ايش المزينه والله شوف بابا شوف شايف هاي ذا الطيف ننفضح ويلي هو قبل تطلع المرافق ربك المرافق قبل تطلع اي والله العالم ما تريد الخير لغيرها لا عاد اقلها شغله البارحه بقى راح احكيها حتى قدام العالم عاد انا ما يهمني البارحه شو تسوي؟ قلت لهم نفلش الكنان قالوا ليش؟ قلت لهم ما اريد تصير حزازيات وكراهيه على مود لعبه واحنا بالتال اول وتال هم كانوا ربعي ماكو حزازيه على مدار انا قالوا المره زادوا من اختاروا ماكل بيتنا وعلى مود كلان والله كلان فلان شنو كلانات ما اريد تعال نحكي انا لو عندي الشويات اعوفا وار بال بال بالروم ما اعوف والله صحيح. ما اعوف بس صحيح. انا ما عندي شيء بس هذول يطبون زين ويسوون حركات هم يطلعونك عن الطريق انت على يا ساعه انه انت اهلك يسبون انت تطلع ماكو واحد يرضى انه اهلك والله كل مره يسبون اقول لهم لا حد يسب اهله ولا حد يسب اهلي الاهل ما عليهم هي لعبه نرجع ونقول هي لعبه لا تكثرون من قيمتها عم تدري هم اللي يسوون مشاكل ها مع احترامات الكل يعني الاعضاء بس اكو كم عضو مثلا يجيك بالستريم يعني عادي لا تواجهت الكتله او كتله يغلط يتجاوز عليك فمن انت راح تتجاوز وين ما تتجاوز انت راح تتنفرز راح تتجاوز على الكل يجيني انا طبعا انا مجاوز تتجاوز علي انا هذا يا خسرت ليش تروح له يما حواليك هو يرحم الله حتى البث مسحته والله انا ادري روح انه انا غلطت حتى قمت البث مسحته قلت البث ما اريده انا مره من المرات هم جوني ستريم زين جوني أيه. ستريم قمت تفجرت روحي وخليت له يفجر روح عليهم وطلعنا ناشرين انه بس اللي هم قلت لهم الولد ما عندي شيء وياه ما تفرغنا لعبه وصار غلط ماكو واحد ما يغلط انا اذا صح هذا الغلط هم قاموا نشروا بس اللي يردونه وغلط بالتعليقات وغلط على الامهات وغلط على الخوات يا اخي انت ما ترضى على اهلك احنا ما نرضى على اهلنا صح لا انا والله حتى موصيهم قلت لهم اي واحد ترى معروف ضدنا ترى ما اقبل ما يلعب الجيم نطلع واكثر من مره صارت صبح يحاول نيص كل ما عليه يطلع ضدي مصارين البطل تتعارك تدري ليش لا قتلني ها تعليق ما راح يقبل ولا قتل ثاني تعليق راح يقبل بس سوى ما رود يا عمود المسجد حطك برج ما انترنيت وبث من 7 الصبح يا رحم الله انا بث من 3 ها موتني يا اخي عرسي ويا عرسي باو شوف وينك واحد اسمه صبيح حاوي يا معود تضوجني والله العظيم ولك باو انت بث الصبح وهو يبث الصبح على مود النت فطلعون سوا اي والله تطلعون سوا فحاول ما تصفى بنتمس لا بالعكس اصلا والله العظيم انا ما اعرفه بس يعني احبه يعني ولد محبوب ما عندي شو وياه بس يعني باب الضحك حكيت بس يفترض والله معكم بعد؟ ما عندنا مشكله يا ابو كنا خيوه صح تصير مشاكل ما كثير ما بينهم مشاكل هو مو معصوم المعصوم احترم نفسك ولك نحن الملوك صوت تخشي راح نطرد على مدار راح نطرد نفسك ولك انت مو زدت بظنيت تطرطق اقلب وجهك روح سوي روم طبعا القلوب طيبه والله وباعوا انتم لو تشوفون من رد علي ما رد علي شلونك لا رد علي انتم تشوفهم يا معود عبالهم ما نطامس عليك يا معود زين ان شاء الله القلوب طيبه والحمد لله والشكر زين ونقول للشمات انه هاي احنا ردينا احنا خيوه زعل لا ما بينا والله طيب انا على مدار طاب وماكل وقاعد وشارب من مايه وقاعد على فراشي بس كل اللي صار سوء تفاهم
صار وما بي الباش حكي خوش حكاية كمل يا ابو عقال كمل ورب الرحمن استعجلته قال انت استعجلت من حكيت هيجي مرعب كذلك ابو حميد كذلك قال هو استعجلته وانتم ما معصومين من الغلط صارت مع الطب الشيطان بنصكم كل هالطب الشيطان بنصكم صار منا 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 خلاص كل شيء خلاص عين عالم عين عالم ايوه 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 الكعبه عين عالم وانا سوري لا ان شاء الله ما بينا شيء ونرجع خيوه وربويا بس ما قلت له رضا وين؟ من الحربيه مع الاسف عليك وين هي؟ والله العظيم كان زعل حبايب تقول سمو زعل حبايب فقط ما بيناتنا اي شيء صح صار خلاص تعليق هسه ما اقدر ارد على العام هاي معذب يلا ان شاء الله ان شاء الله نسوي بس مشترك في القوات وان شاء الله كل خير ان شاء الله حبايب حبايبي يا بعد قلبي على الله هاي نفس ما شفتوا الشباب قلنا انه احنا زعل حبايب كان بيناتنا والحمد لله والشكر لدينا تضرونا بشغل جديد هردينا يا ولا هردينا تضرونا بشغل جديد وان شاء الله ان شاء الله القادم افضل والحمد لله والشكر واي عالم فرحة لان احنا رجعنا ونرجع ونقول انه على مدار اخوي وكل اللي صار صار زعل حبايب والحمد لله والشكر ان احنا رجعنا وشكرا ان انتم يعني فرحانين بهاي الرجعة وثمالها شكرا ان انتم متواجدين كل الحب والاحترام لكم